بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ في المحاضرة الثانية أو في المراجعة الثانية، هنحل الأسئلة على المحاضرة الأولى بحيث تبقى أنت فاهم فكرة عن الموضوع وما عندكش أي مشكلة فيه. طبعا لو عندك أي سؤال يقول لي كده كده. بالليل إن شاء الله هنحل بقى بالتفصيل الممل. أنا بس دلوقتي هحل سريعا. دلوقتي أنا عندي مديني سؤال complete and write type of fraction. السؤال ده اكيد جاي لي في امتحان الفيرست ميد ترم بكره ومش هيخرج عن المراجعه باذن الله. ده لازم نبقى ايه، نقفل بس المايك او انا هقفل لكم. ماشي. دلوقتي احنا عندنا ايه؟ عندنا الاي جي وعندنا السي ان. مبدئيا لازم احدد كده لنفسي، طالما جالي حاجتين ليهم تشارج، حاجتين ليهم شحنه، يبقى انا وانا مغمض ده كومبلكس. طب اتاكد ازاي يا دكتور؟ هتاكد هلاقي حاجه ميتال، حاجه معدن، هلاقي حاجة ميتال، حاجة معدن زي السيلفر اللي هو الاي جي، هلاقي عنده بوزيتيف تشارج. دايما الميتال او المعدن بيجي لي بوزيتيف او موجب. وهلاقي يا شباب الليجند او الحاجة اللي عندها يا اما بيكون عندها نيجاتيف تشارج، عندها شارة سالب، يا اما عندها ان او 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 اس. ده كده ايه، احنا بنحل على المحاضرة الاولى عشان هنشرح بعدها المحاضرة الثانية، وكده كده المراجعة لسه بالليل. انا مجرد بس بحل سريع. اتفقنا. انا حددت كومبلكس عشان لقيت ميتال عنده شو بوزيتيف، يعني معدن عنده موجب، ولقيت ليجند عنده نيجاتيف او عنده سالب او عنده ان او 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 اس. طيب بعمل ايه يا دكتور لما يكون عندي كومبلكس كده؟ انا خلاص عرفت التايب اوف رياكشن ان هو كومبلكس في اول سؤال. طالما كومبلكس ده الحاله الوحيده او الكيس الوحيده اللي الميتال بياخد فيه دبل الفالنس، يعني المعدن بياخد ضعف تكافؤه. يعني ايه ضعف تكافؤه يا دكتور؟ بعرف الفالنسي او التكافؤ من التشارج دي. طالما بوزيتيف بس او موجب بس، يعني بوزيتيف 1 او موجب 1، كده تكافؤ او الفالنس بتاعته مونو او احادي. خلاص. طيب يبقى انا الاي جي هنا هياخد في حاله الكومبلكس بياخد دبل الفالنسي او ضعف التكافؤ، يعني هياخد 2 سي ان. يعني الاي جي هياخد 2 سي ان. بفتح قوسين كده للليجند واعمل 2، واعمل 2 براكتس كبار، قوسين كبار بالمنظر ده. خلاص. ابدا بقى اعمل ايه تاني حاجه؟ بحسب يا شباب التوتال تشارج، الشحنه الكليه. بحسبها ازاي وعملناها في المحاضره؟ اشوف الاي جي ده بكام؟ كام واحد؟ واحد بس. الواحد منه بوزيتيف 1 بموجب 1، يبقى ده بوزيتيف 1. والسي ان الواحد منه بكام؟ بنيجاتيف 1 او سالب 1. عندي منه 2 يبقى نيجاتيف 2 او سالب 2. اجمع الاثنين او اعمل اديشن، يعني بوزيتيف 1 او موجب 1 وسالب 2 او نيجاتيف 2 بكام؟ نيجاتيف 1. كده انا خلصت السؤال. خلاص. السؤال اللي بعده زيه بالظبط. كومبلكس هعرف منين؟ قلت لك هيبقى عندك حاجتين، الحاجتين ليهم تشارج، حاجتين ليهم شحنه. اتاكد اكتر ازاي؟ هلاقي واحد فيهم ميتال يعني معدن عنده بوزيتيف، واحد تاني ليجند يعني حاجه عندها يا اما ان اهي ان موجوده، يا اما عندها ان او او اس، او عندها نيجاتيف تشارج. خلاص. بعمل ايه يا دكتور في الكومبلكس للمره الثانيه؟ خلاص حددنا التايب اوف رياكشن، اوعى تنسى تكتبه في الامتحان عشان في ناس بتكتبه. باخد بدي الميتال، بدي المعدن دبل الفالنس، ضعف تكافؤه. يعني هو الفالنس بتاعه او التكافؤ بتاعه بص في 3 او موجب 3، يبقى هياخد 6 سي ان اس. يبقى اف اي هياخد كام سي ان اس؟ اللي هو اسمه سي اس ان او سي ان اس عادي، الاثنين بيتنطقوا صح. هياخد 6، واعمل 2 براكتس كبار واحسب التوتال تشارج، الشحنه الكليه. بحسبها ازاي؟ بجيب ده، شوف كام واحد الاف اي. دايما الميتال هيبقى حاجه واحده بس ببوست في 3 او موجب 3. عندي 6 سي ان اس او 6 سي ان اس، الواحد فيهم بنيجاتيف 1 او الواحد فيهم بسالب 1، يبقى 6 هضربها في السالب 1 هتبقى بنيجاتيف 6. يبقى انا عندي هنا كام يا شباب؟ هعمل لهم اديشن او هجمعهم، بوست في 3 مع نيجاتيف 6 او موجب 3 وسالب 3، سوري وسالب 6 بنيجاتيف 3 او بسالب 3. كده احنا خلصنا اول سؤالين كومبلكس. السؤال اللي عندي بعد كده وهو مديني بقى حاجه، هي في الامتحان الناس دايما بتلخبط فيها، بس الاثنين هيتحسبوا صح. بس ركز معايا كده، احنا كنا خدنا نوع كده معين اسمه البرسبتيشن او البرسبتومتري. البرسبتيشن او البرسبتومتري ده بعمل فيه ايه يا شباب؟ بكل بساطه بيكون عندي اي جي ان او 3 وان اي سي ال. اركز على حاجتين مهمين قوي، الاي جي مع السي ال. الاي جي سي ال ده اسمه سيلفر كلورايد او بالعربي كلوريد السيلفر، ده دايما برسبتيت راسب، يعني ده كده برسبتيشن رياكشن. طب ايه تاني يا دكتور؟ الاي جي بي ار. ايه تالت يا دكتور؟ الاي جي اي. عندي السي ال والبي ار والاي، دايما الاي جي بيعمل لهم برسبتيشن، دايما بيرسبهم. اوكي. طيب كمان الرياكشن ده اقدر اعتبره برسبتيشن رياكشن، سوري اقدر اعمله دبل ريبليسمنت. طيب هعمله ازاي؟ بحدد دايما مين البوزيتيف، مين نيجاتيف، مين الموجب ومين السالب. الاي جي ده بوزيتيف، الان او 3 ده نيجاتيف، الان اي بوزيتيف، السي ال نيجاتيف.
البوزيتيف بياخد النيجاتيف او الموجب بياخد السالب، هيطلع لي الاي جي سي ال. خلاص ممكن اعمل سهم لتحت كده، معناه ان ده برسبتيت، يبقى الان ايه مع الان او 3. هكتب جنبه ايه في الامتحان يا دكتور؟ اوعى تنسى برسبتيشن رياكشن، ده التايب بتاعه، او برسبتمتري. طيب ينفع اكتب دبل ريبليسمنت؟ لو عايز تزودها زودها، وينفع دبل ريبليسمنت برضه. ليه دبل ريبليسمنت؟ لان حاجتين بدله مع بعض، لكن الاساس ان هو برسبتيشن رياكشن. خلاص اوعى تنسى دي. كده كده المراجعه هتبقى مبعوثه بالليل محلوله فيها الاسئله دي ان شاء الله. كمان السؤال اللي بعد كده ده بقى واضح قوي، حاجتين وحاجتين. بص بقى معايا، البي بي ده البوستيف، واضح قوي ان هو دبل او داي فيلنت، يعني تكافؤ ثنائي، لان واخد 2 ان او 3. فهكتب جنبي بوستيف 2 كده عشان ابقى مفكر نفسي ان هو بياخد حاجتين. وعندي الكي 2 ده برضو البوستيف، وعندي الان او 3 نيجاتيف والسي ار او 4 النيجاتيف، يبقى موجب وسالب وموجب وسالب. البي بي البوستيف هياخد السي ار او 4، بي بي سي ار او 4. بس خلي بالك بقى من حاجه سهله خالص وبسيطه، ايه هي؟ ان السي ار او 4 برضو دبل او داي فيلنت او تكافؤ ثنائي، لان هو ماسك في 2 كي، فمعناها ان السي ار او 4 ده تكافؤ ثنائي او بيمسك في حاجتين داي فيلنت، ف والبي بي داي فيلنت، فالاثنين هتروح مع الاثنين، هكتبه كده. فاضل ايه؟ الكي هياخد الان او 3، اعمل كي ان او 3. وفي بالانس سهل خالص او وزن سهل خالص، ايه هو؟ عندي 2 كي يا دكتور و2 ان او 3، هعمل هنا باي 2 او هضرب في 2. كده انا خلصت السؤال. طب السؤال ده ايه؟ دبل ريبليسمنت. يعني ايه دبل ريبليسمنت؟ يعني حاجتين بيبدلوا مع بعض، يعني الكي خد الان او 3 والبي بي خد السي ار او 4. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد كده واضح وضوح الشمس، اسيد وبيز، حمض وقاعده، يبقى نيوتراليزيشن رياكشن. عرفت الطيب من قبل مبدا التفاعل. طب هتاكد اكتر ازاي؟ هلاقي عندي كالعاده الاتش بوزيتيف، دي اللي بتميز، او الاتش موجب اللي بتميز الاسيد او الحمض، والاو اتش نيجاتيف او الاتش سالب اللي بتميز البيز او القاعده. طلعوا لي اتش او اتش اللي هي اتش 2 او ماي، الاتش او اتش هي الاتش 2 او ميه. فاضل ايه؟ الان ايه بوزيتيف مع السي ال نيجاتيف، ان ايه سي ال اللي هو ايه السولت، ده سولت ووتر، ملح وميه، يبقى نيوتراليزيشن رياكشن، تفاعل تعادل. اوكي السؤال اللي بعد كده برضو هعرفه ازاي في الامتحان، حاجه بتتفاعل مع حاجتين يا شباب، بسميه سنجل ريبليسمنت، او حاجه مع حاجتين، يقوم الاي جي طارد السي يو داخل مكانه، بس كده يديني اي جي اس او 4، والسي يو يا عيني الغلبان هو اللي يبقى سنجل يترمي بره، ويعمل عليه علامه دي، معناها ان ده ميتال معدن. السؤال اللي بعد كده، احنا خدنا من الويك اسيد في الاكزامبل كان حاجه واحده بس، فاكرينها الاسيتيك اسيد او الخل اللي هو سي اتش سي سي او اتش، فعنده الاتش بوزيتيف اهي اسيد، اكتب تحته اسيد او حمض، والان او اتش الاو اتش بيز، او اتش سالب نيجاتيف، يبقى ده برضه نيوتراليزيشن رياكشن. اول حاجه اعملها اطلع الاو اتش مع الاتش ووتر ميه اتش 2 او، ده اكزامبل جديد ما خدناهوش، بس خلاص انا عرفت، طالما عارف مين اسيد ومين بيز يبقى ده نيوتراليزيشن رياكشن، طالما اسيد وبيز او حمض وقاعده. يتفضل ايه سي اتش 3 سي او او تمسك في الان اي، يعني يتفضل سي اتش 3 سي او او ان اي. اوكي السؤال اللي بعده، عندي الكالسيوم كربونيت، كنا خدنا له حاجه اسمها دي كومبوزيشن رياكشن، بس كنا بنعملها بالهيتنج، يعني ان احنا نسخنه بس. المره دي انا هعمله دي كومبوزيشن، هكسره باسيد بحمض اللي هو الاتش سي ال، فده دي كومبوزيشن رياكشن. واحد يقول لي ليه يا دكتور؟ عشان هنكسر السي اي سي او 3، هنفكه، دي كومبوزيشن رياكشن، تفاعل تفكك. طيب ركز بقى معايا بالراحه كده، انا اولا هطلع الجاز والووتر، دايما لو تعرف تطلع غاز وميه طلعها، فين الجاز والووتر؟ السي او 3 ده فيه سي او 2، يتفضل او هديها مع الاتش اتش 2 او. طيب ايه تاني بقى يا دكتور؟ ايه اللي فاضل معانا؟ السي اي سي ال او السي اي سي ال 2، عشان السي اي ده داي فيلنت او بياخد 2 سي ال. لا سوري ده خلاص احنا خدناه ده ديكومبوزيشن. طيب السؤال اللي بعد كده عندي ده اللي خدناه في اخر محاضره اللي فاتت، اللي هو السؤال سهل خالص وهو الاكزامبل الوحيد عندي في الريدوكس، ومش هتجيب لي غيره، ودايما بيجي في الامتحان، يعني غالبا هيجي الجروب فيكم. سؤال بتاع الريدوكس او الريدكشن الاكسديشن او الاكسده والاختزال، بعرفه منين يا دكتور؟ بكل بساطه عندي اوكسدايزنج ايجنت، دايما هتلاقي عنده او اهو، ده الاوكسدايزنج ايجنت، ده العامل المؤكسد، وريديوسنج ايجنت اللي هو اي حاجه غير اتش، اكيد الاتش ده مش ريديوسنج ايجنت، وده العامل المختزل اللي هو الريديوسنج ايجنت. اول حاجه بعملها ايه يا دكتور؟ اول حاجه انا بروح انا كاوكسدايزنج ايجنت كعامل مؤكسد، اروح اعمل اوكسديشن اكسده. اوكسديشن قلنا يعني هيزيد في البوزيتيف، هيزيد في الموجب، فهطلع 5 اف اي بوزيتيف 3 موجب 3، يعني تحول من حديد ثنائي لحديد ثلاثي، من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3.
دي اول حاجه. طيب بيحصل بقى ايه العكس؟ ايه العكس؟ انا ك اف اي، انا كريديوسنج ايجنت، اروح بقى اعمل ريدكشن للام ان، اعمل له اختزال. قلت لك الام ان هنا لازم نحسبها ببوزيتيف 7، الرقم ده حفظ او موجب 7. طب يعني ايه ريدكشن؟ يعني اشيل منه الاو، يعني انزل الام ان من غير الاو، هيطلع لي ايه؟ الايون دايما ببوزيتيف 2 موجب 2. عشان كده هنا من 7 ل 2 5، خدت 5 نيجاتيف 5 سالب، اللي هم الخمسه اللي اتحطوا جنب الاف اي 5 الكترون. طيب الاو راحت فين؟ احنا هنا حاطين الاسيد او الاتش عشان تسحب الاو على هيئه ووتر، ميه. عندي 4 او، الميه بتبقى ايه يا شباب؟ او الووتر H2O صح؟ يعني كل او محتاجه 2 اتش، يبقى 4 او محتاجين كام اتش؟ 8 اتش، اديني 4 H2O او 4 H2O، اكتب جنبه ريدوكس رياكشن، ده التايب بتاعه. تمام؟ سهل، وهو الاكزامبل الوحيد، ولو مش فاهمه هتفهمه في المحاضره الاولى، لو انت ما شفتش المحاضره الاولى، لو مش فاهمه تفهمه في المراجعه، احنا مع بعض. مش فاهمه خالص تجي لي بقى برايفت وانا هشرحه لك 9 مره. الترو فولس سهل خالص. ال HCl يا شباب اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، سترونج الكترولايت، يعني سترونج اسيد حمض قوي، قلنا اه ليه؟ عشان الالفا بتاعته بواحد، فاول سؤال ترو. الليجند اللي احنا لسه قايلين عليه فوق عنده الكترون دونيتنج اتوم، يعني ذرات بتدي الكترونات، اه يعني عنده ان او او اس او نيجاتيف تشارج، اهو زي السي ان وزي السي ان اس، فطبعا ترو. الامونيا، وهنا لازم نبقى عارفين اسامي الحاجه، الامونيا دي اللي هي يا شباب ان اتش 3، ففكر نفسي ان هي ان اتش 3 دي نيوترال ليجند. يعني ايه نيوترال؟ يعني متعادله. يعني ايه متعادله او نيوترال؟ يعني ملهاش تشارج، ملهاش شحن، مش مكتوب فيها بوزيتيف ونيجاتيف، وده حقيقي ترو. وهنا لو انت ناسي افكرك، خلاص قلنا ان الليجند نوعين، هي راحت فين؟ قلنا الليجند نوعين، نوع منها بيكون نيوترال يعني ملوش تشارج، ملوش شحنه زي ان اتش سي، ونوع منها تشارج يعني ليه شحنه زي السي ان نيجاتيف. فزود هنا مثلا سؤال لو جابته لك في الامتحان، السي ان اللي هو السيانايد از نيوترال ليجند، غلط، فولس. ليه؟ لان عنده تشارج، عنده شحنه زي السي ان هنا. تمام. الاوكسيديشن از ا بروسيس، عمليه اوف جين الكترون، باخد فيها الكترون، لا الاكسده عمليه خساره الكترونات، الاوكسيديشن از ا بروسيس اوف لوس الكترون، يبقى دي فولس. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده ده هناخده المحاضره الجايه، ان السي او 2 اللي هو الكالسيوم او الكربون دايوكسيد، ده هناخده المحاضره الجايه لسه. كومبليت، ليه ال HCl is strong acid يا دكتور؟ عشان لسه قايلينها الالفا بيساوي واحد، او الديجري اوف ايونيزيشن، درجه التعيون او ديسوشن بواحد، خدناها المحاضره اللي فاتت. انا بحل اسئله المحاضره الاولى لسه ما بداتش محاضره ثانيه. ال HCl الالفا بتاعته بواحد، او الديجري اوف ديسوشن او الديجري اوف ايونيزيشن، درجه التفكك او التعيون بواحد، وشرحناها ليه. البرسبتيشن اكيورد اكوردنج تو كونستنت نيملي كي اس بي which is solubility product. يعني ايه solubility product؟ يعني حاصل الاذاب. ماشي. طيب الناس اللي لسه داخله يا شباب، انا لسه بحل على المحاضره الاولى، يعني عادي ممكن تبقوا تشوفوا الفيديو ده متسجل، بس خليكم معايا عشان شويه هدخل المحاضره الثانيه. الاوكسيدايزنج ايجنت، العامل المؤكسد، لسه شارحينه في الرياكشن، في التفاعلات بيروح يعمل اوكسيديشن لغيره، بيروح يأكسد غيره، وغيره بيعمل له ريدكشن، اختزال، يعني سبستانس جين الكترون. عكس الاوكسيديشن، العمليه نفسها، البروسيس نفسها، الاكسده هي لوس اوف الكترون، احنا قلنا هنا فولس غلط، يعني لوس اوف الكترون. الاوكسيدايزنج ايجنت بقى العكس، سبستنس جين الكترون. خلاص. طيب الايودايد اللي هو الاي اللي هو اليود يا شباب، بيرسبتيت فيرست بيفور كلورايد، يعني بيترسب الاول قبل الكلورايد، لما بحط الاي جي نوسري اللي هو السيلفر نيتريت او نترات الفضه. تمام. ليه بقى؟ ركز معايا. الكيس بي ده اختصار السولوبيليتي برودكت او حاصل الاذابه، يعني بيعبر عن السولوبيليتي عن الذوبان، يعني بيبقى عكس البريسبتيشن، عكس الترسيب. فلما اقول لك الايودايت اعلى في البريسبتيشن، اعلى في الترسيب من الكلورايد، يبقى الكيس بي بتاعت الاي جي اي اللي هو الاي اللي هو الايودايت اقل، او از لور، اكتب هنا لور او ليس، اقل من مين؟ من الاي جي سي ال. يبقى البريسبتيت او البريسبتيشن الراسب عكس الكيس بي اللي هو السولوبيليتي برودكت او حاصل الاذابه. خلاص. احنا كده خلصنا حل الاسئله، وكده كده هنحل بقى بالتفصيل الممل. المراجعه بالليل هتكون بقى هشرح كل نقطه بالتفصيل، انا كده بس بحل سريعا على المراجعه او سوري المحاضره.